السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة الحريفي فلوك، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات حول العمل التعاوني. في هذه الحلقة وفي هذا الفيديو غادي نتكلموا على السجلات الخاصة بالتعاونيات. طبيعة الحال كنعرفوا باللي السجلات الخاصة بالتعاونيات هي ثلاث سجلات: سجل الجمعية العامة، سجل مجلس الإدارة، سجل الأعضاء المتعاونين. غادي نبداو بسجل الجمعية العامة. سجل الجمعية العامة كنسجلوا فيه جميع المحاضر ديال الجمعة العامة اللي كنديروها، والقرار ديالها طبعا القرارات ديالها كتكون ضمنيا في هذاك المحضر. هذاك المحاضر البعض غادي يسولني واش داك المحضر اللي كيمشي مثلا للمحكمة، واش هذاك هو نفس المحضر اللي غادي نديروه في السجل؟ فعلا هو نفس المحضر. المهم جميع المحاضر ديال الجمعة العامة كنسجلوها في هذا السجل، وحنا غادي نشوفوا الانواع ديال الجمعة العامة. ملي كنتكلموا على الجمعية العامة، اول حاجة راه هي اعلى سلطة في التعاونية، هي الجمعية العامة، وكتكون من الاعضاء جميع الاعضاء ديال التعاونية بما فيهم مجلس الادارة. وهاد الجمعيات العامة كاين ثلاثة الانواع ديال الجمعيات. كاين الجمعية العامة العادية اللي كدار جوج مرات في العام، اكثر من جوج مرات، مرة جوج ثلاثة اربعة، المهم شحال ما كان، كل ما استدعى الضرورة انني ندير الجمع العام كنديرو. وكاين الجمع العام السنوي اللي هذاك ضروري، وكاين دار مرة واحدة في السنة كتسمى نهاية السنة المالية، وكيكون فيه تقرير كنعرضو فيه التقرير المالي والتقرير الادبي، وكنديرو شي تغييرات ولا شي حاجة، المهم اي حاجة كتناقش في الجمع العام السنوي، وكنقدمو البيلون للسجل المحلي للتعاونيات. وراكم عارفين فين كنحطوا الوثائق ديال الجمع العام السنوي. وكذلك الجمع العام غير العادي اللي هو الاستثنائي اللي كنديروه في حالات نادره، 8 الحالات ولا 7 الحالات ذكرهم القانون 1212، في حاله الا كان شي تغيير في القانون الاساسي كنديروه، او في حاله ما الا بغينا نديرو اتحاد مع شي تعاونيه او شي نضموا لشي جامعه، فكنديروا الجمع العام الغير العادي. وكاين واحد الفيديو سابق حطيته في القناه، رجعوا ليه، فيه جميع الحالات اللي كنديروا فيها الجمع العام الغير العادي، وهذا كنديروه فوقتاش ما استدعت الضروره لذلك. سجل مجلس الاداره، هذا سجل مجلس الاداره كنديروا فيه المحاضر ديال الاجتماعات ديال مجلس الاداره. مجلس الاداره كيتكون من الرئيس ديال مجلس الاداره واحد جوج الاعضاء معاه، يعني جميع التعاونيات في المغرب كيتكون مجلس الاداره ديالهم اما من ثلاثه الاعضاء، واما من سته، واما من تسعه، واما من 12، على حسب هما اللي اختاروا، على حسب الاعضاء اللي كاينين في التعاونيه. هاد المجلس الاداره نورمالمون خاصو يخدم بشكل تضامن، يعني يتعاونوا بيناتهم. فعلا هو الرئيس ديال مجلس الاداره هو اللي كيمثل مجلس الاداره، هو اللي كيمثل التعاونيه، ولكن ضروري هذوك الاعضاء اللي معاه يتعاونوا معاه ويخدموا معاه ويديروا لقاءات ويديروا اجتماعات ويخرجوا واحد التقارير او يخرجوا واحد قرارات اللي هي كتكون لصالح التعاونيه، وبطبيعه الحال التنفيذ ديالها هما كاملين خصهم يعملوا على التنفيذ ديالها. واخا ان رئيس مجلس الاداره هو المسؤول الاول، انما ضروري خصهم كاملين يتعاونوا فيما بينهم. الاغلبيه كنشوفوا غير رئيس مجلس الاداره، ورئيسه مجلس الاداره هي اللي كتحرك، لانها يعني باعتبارها هي رئيسه التعاونيه ولا هي رئيسه مجلس الاداره، ولكن ضروري خاص العمل يكون جماعي. واخيرا سجل الاعضاء المتعاونين. في هذا السجل كنديروا وهو على شكل جدول اسماء المتعاونين، الارقام الترتيبيه ديالهم، العناوين ديالهم، الحصص ديالهم المحرره والمكتتبه، يعني جميع المعلومات كنحطوها، باقي معلومات اخرى كنديروها على شكل جدول وكنحطوها في هذا السجل هذا. واي متغير بالنسبه للاعضاء كنحطوه في هذا السجل هذا اللي هو خاص بالاعضاء. بعض الملاحظات بخصوص التعاون مع هذه السجلات. كنعرفوا هذه السجلات شويه راه حساسه. اول نقطه اللي غادي نقولها لكم هي هذه السجلات هذه كنرقموهم
كل صفحة برقم، وكنعطيهم للمحكمة باش يكشيو عليهم. هذه نقطة. ثلاثة السجلات كنرقموهم وكنعطيهم السجل المحلي للتعامل اللي هو كاين في كتابة الضبط المحكمة الابتدائية، كيكشيونا على هاد السجلات باش كتولي قانونية. النقطة الثانية هي أن هاد السجلات منين كنسجلو فيهم شي معلومة، حذاري ثم حذاري نقطعوا شي ورقة في حالة ما إلا خطأنا ولا شي حاجة، ما كنقطعوا حتى شي ورقة وما كنضربوش على المعلومة إلا خطأنا فيها. هذه نقطة مهمة بزاف غنكررها. إلا خطأنا في حالة ما إلا خطأنا في شي معلومة حنا كندونوها ولا حنا كنحروها، كنديروها بين قوسين وكنضربوا عليها ضربة ولا جوج وكتبقى باينة، باش ماشي كنبقاو نضربوا عليها بزاف حتى ما كتبقاش البان، ولا كنقطعوا الورقة ونعاودوا نكتبوا في ورقة أخرى، لا. دونك هذه النقطة اللي هي مهمة بزاف ديال التعاونيات، ما تقطعوش الوراق، ما تضربوش على المعلومات اللي كتخطاو فيهم، ديرهم بين قوسين وديروا عليهم كروة وكملوا الخدمة ديالكم. النقطة الثالثة بالنسبة للسجل ديال الأعضاء، سجل ديال الأعضاء مثلا واحد كان معانا في الجمعية عنده النمرة 4، مشى وجا واحد اخر غادي نضربوا عليه على داك النمرة 4 وندخلوا الاخر سميتو، لا. ولا صافي غير مشى ما تنجوش الاعضاء مشاو ولا شحال نضربوا عليه وما يبقاش يبانوا، لا. هذاك الرقم الترتيبي كيبقى في حوزة هذاك العضو، واخا يكون ساحب من التعاوني كيبقى هذاك في الحوزة ديالو. في حالة ما الى نضاف لينا واحد العضو جديد كنعطيوه رقم جديد، رقم ترتيبي جديد، وهكذا التعاونية هكا. يعني ممكن ينسحب واحد، ممكن واحد ينضاف لينا وحنا غاديين، بمعنى هادوك اللي نضافوا ولا هادوك اللي ينسحبوا فقتاش موقع هاد الحركة وقعت كنديروا واحد التعديل تقييد المعدل في المحكمة، بمعنى كنديروا تحيين لائحة جديدة ديال التعاونية في الجام العام العادي وكنعطيوها للمحكمة، وتنقولوا للمحكمة بلي هادو هما الأعضاء اللي كاينين في التعاونية. اذا ماشي مشكل اننا نخليو الاخرين في السجل، ما نحتاجوش نضربوا عليهم، لان نورمالمون اللائحه المعدله او اللائحه ديال الاعضاء اللي كاينين اللي فاعلين هما اللي كاينين في المحكمه، وحتى حنا كنخليو نسخ. هذه اشاره عاوتاني للجميع ان النسخ اللي تنعطيو، الوثائق اللي كنعطيو للمحكمه ولا كنعطيو لوديكو ولا اي مراسله كما كانت، كنحتفظوا بالنسخ خاصة عندنا في التعاونية. جميع الوثائق اللي كتخرج صادرة من التعاونية أو واردة عليها خاص تكون عندنا نسخ في التعاونية عند مجلس الإدارة ولا عند المسير في حالة إذا كان عندنا مسير. ما تنسوش البارتاجي، وإن شاء الله إلى حلقة مقبلة إن شاء الله بإذن الله.